ليه أخو غايب وأختي لسه عايشة؟ ليه كده يا محمد؟ خلاص اعتبرت ناموتنا؟ إيه ده يا بنت الناس؟ أكيد في دماغه حاجة. في دماغه اللي في دماغه. منظرة أبوي ما تتهدش طول ما أنا عايشة. تعالى توحيد، رايحة فين بس؟ اسكت أنت! أنا وأخوي نصطفيوا مع بعض. مالكش دعوة أنت. شكرين يا بنت الناس. مرحبا يا بنت ابوي. ايه مالك؟ هتهد منظرة ابوي ليه يا محمد؟ خلاص مت انا واخوك؟ بعد الشر؟ تعال نتكلم جوه. لا هنا. لو هديتها هقاطعك ليوم الدين، فاهم؟ مش هدخل لك بيت تاني. ياه يا توحيد، وهون عليكي؟ زي ما هنت عليك انا واخوك، وموتنا واحنا لسه عايشين. ليه بس يا بنت ابوي؟ ده انت الغالية. غالية غالية قوي. ليه بس الدموع دي؟ انت عارفة انا ما اقدرش على دموعك. المنظرة دي هي اللي فضلنا من ريحة القدام. ريحة القدام في قلوبنا، لكن المنظرة القديمة دي الوقت ما فيهاش غير سحالي وتراب وبروس، والنهاردة وقع عمود منها. انهي فيه الشرقي وتعبان عض فيها جودة. يا حبيبي يا ولدي ما سمعتش. بس برضه ما تهدهاش، سيبها خرابه وما تهدهاش. توحيد انا هدها عشان ابنيها احسن من الاول. سيب بيت ابوك وابني زي ما انت عايز. اسيبه لمين؟ ما انت لو هتقعدي فيها سيبها، لكن زي ما قلت لي ما فيهاش غير دبيب واذى. ليه بس؟ خلاص لو هتهدها اديني الباب. من عينيا لك الباب والبيت الجديد كله. بس ليه الباب يعني؟ على اساس نخرب بيت ابوك خد لك منه قالب. الحاجه توحيد ضحكت. مفيش خراب يا اخوي طول ما حسك في الدنيا. هتعملي ايه بالباب؟ اهو هاخده وخلاص. ابص له كل يوم اتملى منه، ما عنديش عيل اورثه له. غالي والطلب رخيص. سيد عامل ايه؟ شندلت باله لما قال لي، زقيت وجيت. قبل ما تروح الباب هيكون عندك. بس صالح سيد ده رجل اصيل. عارف. حاضر يا محمد. سلام عليكم. مع السلامه يا ست البنات. مع السلامه. والله يا حاج جيتك على عنينا، بس الموضوع ده مش في ايدينا. مش في ايدك ايه يا بيه؟ يعني يرضيك المحجر يتقفل هو وبيوت الناس المفتوحه؟ يا حاج الطرق الكبيره اللي بتتعمل دي بتبقى قرارات من فوق. واللي فوق يعملوا كده ليه مع الحاج محمد؟ انا طول عمري زين معاكم. والله يا حاج افضلك كل الناس عارفاها كبير وصغير. العفو، بس المصلحه طول عمرها واحده، سواء انتوا او انا. احنا عايزين ايه غير هدوان السر؟ وبلدنا عمرها ما طلعت إرهابي واحد ولا حدثت فتنة ولا حدثت طار. عارفين يا حاج والله وجهودك مشكورة، بس والله الموضوع ده مش في إيدي. معلش إن شاء الله محلولة إن شاء الله. ما نعطلكوش أكتر من كده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حاج. المكتب هيفضل مكتبك يا حاج. عارف، شكرا. سلام عليكم. وعليكم السلام يا حاج، مع الف سلامة يا حاج. يا
وبعدين يا محمد، شقى العمر يضيع بجرة كلام؟ أكيد في صرفة. زي ما قلت لحضرتك بالظبط. يعني إيه؟ زي ما قلت لحضرتك، الورق يثبت حقك، لكن الأوامر العليا خلت الكفتين جنب بعض، هيوقفوا المحجر. اللي أقدر أعمله لحفظ حقنا طلب وقف المحجر لحين فض النزاع. مع السلامة يا مدر. مع السلامة. يعني والناس هبتنا في البلد. هبتنا محفوظة. والناس يوميتها توصل لها لحد بيوتها كل يوم لحد ما المحجر يشتغل تاني. يعني موتة وخراب ديار، الناس تقبض واحنا واقفين. بص، يا تقول كلام موزون يا تطلع عند أمك. العملية أصلا فتح المظاريف بتاعها بكرة يا حاج. بكرة سهلها ربنا. فكيت الجبس يعني؟ تمام الحمد لله يا حاج. لو العملية رست علينا بكرة أنا هسافر مصر. وقت السفر دلوقتي؟ هو ده وقته. السلامة يا ريحة الحبايب. هو ده اللي زعقتلي عشانه بعد عشرة السنين دي كلها؟ وإيه يعني؟ زعجة كل 40 سنة ما هوش عيب. دي التانية عمرها ما عملتها. التانية أصلها بالها طويل، وبعدين يعني أنا بنت الأكابر، تلاقي مرتك الجنية أبوها سجل. اهدي جالك الكلام وجالت لك بنت السجه هتغرق البيت لو ما سكتيش. ولا 100 جنيه. خير يا ولد؟ امدلنا يا حاج لو سمحت على الورقه دي. فيها ايه الورقه دي؟ خير يا عم الحاج. اشوف. امر باخلاء المحجر ووقف العمل فيه. ماشي.